حياكم الله يا السادة المتابعين في الوطن العربي الكبير. معانا اليوم يوتيوبرين عظماء كبار جدا، الاستاذ احمد الدوسري والاستاذ عبد العزيز الحازمي. الاشتراك يا جماعة الخير لا تنسونا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسوا الاشتراك. طيب الفكرة باختصار يا جماعة الخير، راح نجيب الاطقم التاريخية للمنتخبات في كأس العالم وراح نحاول نخمن من هو المنتخب. سؤال عند احمد وسؤال عند جلوري، وكل واحد عنده سؤال وبنشوف من اللي يجمع عدد نقاط اكثر في الاخير هو اللي راح يكون الفائز. جاهزين يا شباب؟ بسم الله. حجر ورقة مقص، يلا من اللي يبدأ؟ حجرة ورقة مقص، خلاص يلا روح ابدا احمد. يلا شغل. طبعا عندنا مثال هنا، الان عندنا طقم الارجنتين راح يتواجد الطقم في البدايه لمده 30 ثانيه وبعد كذا لمده 10 ثواني راح يطلع علم المنتخب زي ما انتم شايفين قدامكم في الشاشه. جميل. طيب يعني هذا الارجنتين، هذا الارجنتين، روح اللي بعده يا بسم الله الرحمن الرحيم. عندك 30 ثانيه تعرف يا ليت انا قلت اول شيء. عندك 30 ثانيه تعرف فيها المنتخب هذا يا رجال. هذا السعوديه واضحه، بلا سواقه بلا سواقه يا حبيبي. برتغال يا اخي واضحه واضحه. يلا بسم الله. 1-0 لابو شوف. هذا السؤال الثاني. يا مزيبيو ذا قالوا لك محشر التاريخ البرتغالي. وقف وقف ثواني، صعب. عندك 25 ثانية تعرف الطقم هذا. والله صعبة والله. شوف أنا لعبتكم حجر ورقم قص، ولا حتى أنا زيكم والله ما أعرف شو الطقم هذه. شوف يا ولد وش ذا يا ولد. أنا عرفت. يا شيخ أتحداك. أبغى شوف قدامك 8 ثواني. إذا طلعت الصورة خلاص. ودي أقول إنجلترا بس ما أتوقع إنه إنجلترا. نروح نقول كرواتيا. كرواتيا خلينا نجرب. يلا كرواتيا نجرب. اليابان. اليابان الله اكبر. والله صعب. والله ما راح اجيب، والله ما بجيب. 1-0 لابو شو في الجوله الاولى. الجوله الثانيه عندك ابو شو. اي هذا متاكد انه هو اللي في بالي. يا ليتني انا اللي بديت. يلا والله والله يا ليتني انا اللي بديت. روح. اتوقع والله العالم انه نيجيريا. تفهم انا في بالي نيجيريا الصراحه. ترى شوف الارقام التاريخيه ترى كلها كلاسيكيه يعني تشبه بعض. يعني نيجيريا ولا مو نيجيريا؟ انا صراحه في بالي نيجيريا. ما ادري ليش احس هولندا. اجابه اخيره بسرعه. هولندا بسرعه. نيجيريا 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 غالبا. والله الاجابه ايش؟ كاميرون. وين يا ولد وش ذا الشعار؟ وين وش ذا الشعار يا ولد؟ السؤال الثاني عندك يا جلوري. سهلة مرة. هذه فرنسا يعني مرة ما يحتاج. صح؟ صح؟ طيب تخيل تطلع غلط. لا والله عاد حتى الشعار كذا كأنه راس الديك هذا اللي فوق على اليسار. شوف شوف صدقني فرنسا. فرنسا فرنسا فرنسا. فرنسا. واحد واحد فرنسا. يعني نهاية يعني الجولة الثانية. يلا يا ابو شو فرصتك انك تفرق في النتيجة الآن. يلا. لا بالعكس الآن متعادلين. لا لا متعادلين بس انك تتقدم في النتيجة. يا ابوي هذا ايوه 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 هذا ارجنتين. لا ما ظنيت ارجنتين ترى طلع اول واحد. ليش في ديك هناك؟ عز غريب مره الديك ذا. انا في بس في منتخب الشعار يجيك في اليسار ما يجيك في اليمين. انا في منتخب يمكن هذه شركه. عادي لو اني جاوبت اخذ النقطه؟ لا عندك 4 ثواني. ارجنتين. الارجنتين. انا اقول الاورجواي. اي والله انا اقول اورجواي. يعني والله الاورجواي والله الاورجواي ترى اللون كذا كانه اي كانه اورجواي من جد. بس طبعا يلا الان 1-1 ما تنحسب النقطه. ما تنحسب النقطه تمام. بس اذا اجاوب عني يا ابو شوف ما عندك مشكله. هذه السعوديه. برازيل يا اخي. انا احس الامارات. البرازيل. اقول روح البرازيل. بس هات البرازيل وهات الاثنين واحد يا حبيبي. والله لو مو البرازيل مشكله يا ولد. تخيل يطلع. لا لا عد والله قله تاجيل. البرازيل والله الشعار لخمه قسم بالله. نسوقها 2-1 مع نهايه الجوله الثالثه. الجوله الرابعه عندك السؤال الاول يا ابو شو. ويلا بسم الله الكريم. ايش هذا؟ ايش ذا يا ولد؟ مدري احس النادي اللي مثلته. والله كان في بالي انا الصراحه قطر. عاد مدري. لا وين قطر؟ يلا قدامك 10 ثواني يا ابو شوق. المانيا؟ ثبت خلاص. ممكن اسبانيا. المانيا سرعة. جواب اخير 4 ثواني. لا يا اخي المانيا ما كانوا كذا. ثانيتين بسرعة. المانيا. المانيا. المانيا؟ لا تونس. وين؟ السؤال الصعب. صعب.
البرازيل قبل شويه كانوا لسه ايام ما كانوا كاس العالم ثلاثه مرات. سهله اي انا بكمل السالفه عشان اوريك انه سهل فاهم. طيب كان ثلاثه نجوم عندهم قبل شويه البرازيل، فايام ما كان عندهم ثلاثه كاس عالم. شكرا عبد العزيز على المعلومه الخرا. اسبانيا، ما تدري ايش كانت امنيتي انك تكمل سالفتك ويروح الوقت. اسبانيا تخيل، مو اسبانيا بعد الفلسفه هذه كلها. لا والله عيب، والله عيب. ايوه عيني والله عيني. انت حظك السيء انه جاتك ثنتين مرة صعبة، وهو جاته ثنتين سهلة تمشي. يا رب 3-1 لجلوري. اوه والله صعبة، بس كذا كان في بالي منتخب. يا اخي هذا ما تحس انها بلوزة يعني يلعبون فيها؟ ليكم منتخبنا ذا؟ لا ما ظنيت، ما اذكر انه منتخبنا لبس كذا. إيه؟ ما ادري لا، احس انه في امريكا اللاتينية يا ابو، احس كذا. انا ترى ما شفتها. اذا ما عندك جرب نيجيريا، قبل شوية طلع غلط. بقول نيجيريا، انا بقول نيجيريا. او المكسيك ممكن. أو تصدق المكسيك؟ بسرعة جواب أخير. المكسيك. Let's go. والله المكسيك. حكم غشاش. غش. لا 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 لا. أنت غششت. لا 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 لا. أنت غششت. لا. صح ولا لا؟ أنت قلت له أعطيك. حبيبي هذا. لا لا لا. أنا والله ما شفت المقطع. قسما بالله. حكم مرتشي. حكم مرتشي. حكم مرتشي. 3-2. لو عزب. يلا. روح للسؤال اللي بعده. روسيا. 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 والله لو جبتها. ايوه انك معرق الارض وصدقني روسيا. انتوا يا اخي الوان علم روسيا يا اخي. الجوله الخامسه والنتيجه 4-3. لا لا 3-2. 3-2. 3-2. عندك الفرصه الان انك ترجع وتتعادل في النتيجه. هذا يوسف ثنيان. والله اعرف التيشيرت ده يوسف ثنيان. دق التحيه، دق التحيه والدوخي. دق التحيه. هذا كاس العالم 98 اتذكر حسين عبد الغني لما يقش زيدان وياخذ، لا زيدان يقش حسين عبد الغني. دق التحية. انتخب. ما ذكر السعودية. ما ذكر السعودية. ما ذكر السعودية. والله لا. اي المنتخب، مين المنتخب؟ والله اني ما عرفت مين المنتخب. على كثر ما تابع. ما ادري مين المنتخب، هذه كلها منتخبات. كلها منتخب. ممكن انا اشتراني. انا كمشاهد. اي انا ايش كمشاهد. ال ايش ما قلت منتخب، هذه كلها المنتخبات. اقول لك 4-4. يلا روح اللي بعده. ايه هذا طقم ماتياس. هذا طقم ماتياس المانيا. هذا طقم الجوله السادسه. انت تقول الان المانيا. المانيا المانيا بسم الله يا رب. 4-3. ما ادري ليه احس. لا لا المانيا المانيا واضحه. 4-3 يا سلام. 4-3. 4-3 عزه. عندك السؤال الان. يا رب سال شيء سهل. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قبل شويه مصورين فيه. قبل شويه مصورين يا عيال. ايش ذا؟ هذا سهل. ايه تتذكر ذاك كدش. ما يحتاج لاعبين فيه. لا ليه تغششني؟ والله اعرف، والله اعرف. لا احس واضح من اللي. المانيا. هولندا. اصلا تمزح. شوف لو طلع السؤال والله لا الغي. معليش. طيب الان السؤال الاخير عندك يا عبد العزيز. اذا جبته انت الفائز. حلو. اذا ما جبته راح يكون في ايوه الان النتيجه 4-4. ايوه اذا ما جبته خلاص. انت قاعد تشرح والوقت يمشي. دقيقه. يلا بسرعه عندك فرصه. يلا الوانه زي الوان اسبانيا تمام. بس اسبانيا احنا ذكرناه. لا 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 اسبانيا والله ذكرناه. والله ذكرناه. لا 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 ما تكرر ولا شيء. ما تكرر ولا. بلجيكا يمكن تكرر ترى. حتى بلجيكا عندهم اسود. ثبت سرعه. بلجيكا. اسبانيا ذكرناها يا ابن الحلال. اسبانيا ذكرناها يا رب. وبلجيكا الف الف مبروك يا عين يا عين يا عين. هارد لك يا ابو شو. اهلا وسهلا. قصرت يا ابو شو. يعطيك العافيه. لا لا خليك لقمه لقمه. لا 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 ألقمه بعدين في اشياء ثانيه. الف مبروك يا جلوري. انا خايف ألقمه بعدين انضرب. استمتعنا معكم يا عيال وما قصرتوا ونشوفكم ان شاء الله بحلقات جايه. لا ينسون ايش اللايك والاشتراك. يعطيكم العافيه على المشاهده. السلام عليكم.